قال البشير إن المحتجين لم يلتزموا بالضوابط القانونية في التجمع والتظاهر وأحدثوا خللا في النظام العام وأتلفوا من خلاله بعض الممتلكات. التحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا والتي أثرت على قطاعات من شعبنا مما دفعها لاحقا للخروج التعبير عن ذلك تحمل مطالب مشروعة في العيش الكريم ومعارضة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن بعضها لم تلتزم بالضوابط القانونية في التجمع والتظاهر وحدثت خللا في النظام العام وأتلفت بعض الممتلكات وما يستبع ذلك من محاولة بعض الجهات في القفز على تلك الاحتياجات والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية وتبث من الكراهية وتتجاهل إنجازات أمتنا لدفع البلاد إلى مصير مجهول، فكان أن احتسبنا نفرا عزيزا من أبنائنا رحمه الله وأحسن عزاء أسرهم أجمعين.